معاملتهم لا زال جيد. نحن ما نختلف ويا السنة ويا الشيعة، احنا كلنا اخوان مثل ما يقولون. ما نقدر نقول هذا زين ذاك مو زين. الذكريات اللي عندي كان بها يعني سايدين نفر الدرهم، كنا نروح الباب الشرقي ونرجع الدرهم، هذا اللي اتذكره. كفاح منطقة عراق مصخرة، كل الطائفيات موجودة بيها، بيها السنة، بيها الشيعة، بيها تركمان، بيها عندنا أكراد من الشمال، من كركوك، مسيحيين عندنا موجودين، حتى صبة يمكن أقول لك يزيدية موجودين عندنا. معظم الناس نقدر نقول 75% من الناس الموجودين بالذات في بغداد يأتون إلى هذا المرقد ويصلون صلاة العيد إن شاء الله. طيب ما هي نكت؟ باشا حستان شو نكاتك دين أما زرقية وسرداني شقامي كفاح دكان؟ أولا يعني بنحس كتجمع، تجمع الناس، أنت بتحس يعني كأنما أنت بوسط أهلك. نحن كغرباء ولكن ليس غرباء، لأن العراق بلدنا الثاني أيضا.